السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح موضوع مهم جدا اللي هو الكريبتوغرافي. والكريبتوغرافي ليه تطبيقات كبيرة جدا سواء في الكلاسيكال أو الكوانتم كومبيوتينج. طيب إيه الكريبتوغرافي؟ الكريبتوغرافي إن أنا بعمل عملية دراسة للرسائل السرية اللي هو السيكريت رايتنج أو السيكريت مسج. هنا المفروض ان انا عندي عمليتين مهمتين، عملية الانكريبشن وعملية الديكريبشن. عملية الانكريبشن ان انا لو عندي رسالة نصية مثلا عايز اعمل لها عملية سايفر، عايز اعمل عملية سايفر تكست، فبتبقى دي عبارة عن الاوريجينال تكست او اللي بسميها البلين تكست، بأثر عليها بالانكريبشن كي وبتطلع لي الرسالة رسالة غير مفهومة بنسميها السايفر تكست. العملية الأوبزيت ليها اللي هي عملية الديكريبشن، إن أنا بنفس الكي اللي هو الديكريبشن كي برجعها للبلين تكست الأصلية بتاعتها. أي سيستم أو أي كريبتوغرافيك سيستم لازم بيتكون من ثلاث أجزاء، يعني لا غنى عن الثلاث أجزاء دول. أول جزئية اللي هي الأوبريشن اللي أنا بستخدمها في عملية الترانسفورمينج، اللي هي عبارة عن السبستيتيوشن، اللي أنا مثلا لو عندي الرسالة النصية ممكن أعمل عملية تبديل للأحرف أو الليترز الموجودة بأحرف وليترز تاني، بحيث إن أنا في الآخر بيطلع لي السايفر تكست بتاعتي غير إيه؟ غير مفهوم. الجزئية الثانية اللي هي ترانسبوزيشن، اللي أنا بعمل عملية حاجة اسمها الري أرينج للأوردر بتاعت التكست بتاعتي، الحرف الأول يروح الحرف الثاني أو الثالث وهكذا. فمنها مثلا موضوع حاجة اسمها الشفلينج لبيت أو تو بيت، شفلينج رايت أو شفلينج ليفت وهكذا. أو إن أنا أستخدم التو ستيج اللي هي سواء سبستيتيوشن أو ترانسبوزيشن في نفس إيه؟ في نفس المرحلة او في نفس الراوند. ممكن استخدم اكتر من راوند في عملية التشفير او عملية الانكريبشن، ممكن يكون راوند واحد وراوند اتنين وراوند تلاتة. فممكن استخدم في راوند واحد مثلا عملية السبستيتيوشن، وراوند اتنين مثلا استخدم العمليتين مثلا سبستيتيوشن وترانسبوزيشن، والراوند تلاتة ممكن استخدم مثلا عملية ترانسبوزيشن. بس بنخلي بالنا من شيء، ان انا في حالة الديكريبشن بيتم بعملية عكسية، يعني ببدأ من الشغل اللي أنا اشتغلته على راوند 3 وبعد كده راوند 2 وبعد كده راوند 1. الجزء الثاني اللي بيتكون منه الكريبتوغرافيك سيستم عدد الكيز اللي أنا بستخدمها. فهنا بينقسم لنوعين، السيمتريك انكريبشن والاسيمتريك انكريبشن، ودي أنا إن شاء الله هشرحها بالتفصيل. بعد كده البلين تكست ازاي بستخدمها، يعني بستخدم البلين تكست ازاي بدخلها في عمليه البروسيس اللي بتعمل عمليه الانكريبشن او ايه وعمليه التشفير. في نوعين عندي اللي هو البلوك سفير وفي عندي الاستريم سفير. البلوك سفير هنا ان انا بقسم الرسائل لبلوكات، يعني مثلا كل بلوك بيقول ان هو عباره عن 64 مثلا بيتس او اكتر يعني، ونبدا نشفر كل بلوك على حته. نبدا نمسك البلوك الاولاني نعمل له عمليه تشفير، البلوك الثاني نعمل له عمليه تشفير لغايه ما اخلص مين؟ ما اخلص الرساله، وبتتجمع بطريقه ايه؟ بطريقه ما. هنا الاحظ حاجه، لو انا عندي الرساله مثلا عباره عن 110 بت مثلا، يبقى اول بلوك هيكون 64 بت، وتاني بلوك هيكون اللي هو ال 110 ناقص ال 64 اللي هي ال 46 بت مثلا. هنا بكملهم لحد ما يوصل ال 64 بت اللي هو البلوك الثاني ده، هو بضع اصفار في نهايه مين؟ في نهايه البلوك عشان اقدر اعمل عمليه ايه؟ استخدمه في عمليه مين؟ في عمليه التشفير. الاستريم سايفر ان هو بيستخدم بايت واحد بس، بيستخدم بايت واحد بس، بايت واحد يعني 8 بتس، كل 8 بتس بيعمل لي عمليه تشفير وهكذا لغايه ما ايه؟ ما تخلص الرساله بتاعته. زي ما اتكلمنا ان النمبرز اوف كيز بينقسم لجزئين اللي هو السيمتريك انكريبشن والاسيمتريك انكريبشن. عمليه الانكريبشن والديكريبشن هنا انا بستخدم نفس الكي،
وهنا المثال المشهور اللي هو الأليس في مكان وبوب في مكان تاني خالص. فأليس وبوب عايزين يتبادلوا الرسائل، أليس عايزة تبعت بلين تكست لبوب اللي هو موجود في مكان تاني بعيد عنها، بالتالي بيكون معاهم المفروض نفس الكي، نفس الكي أو نفس السيكريت كي بيكون مع أليس هو اللي موجود مع بوب. هنا المفروض يعني عملية تبادل الكي بتتم بطريقة معينة بحيث إن مفيش أي حد يتجسس على الكي ده هو، فبالتالي مثلا ممكن تكون عملية التبادل مثلا من خلال إن هما يتقابلوا بطريقة ما، يعني أي طريقة بحيث إن أي حد ما يقدرش إنه يتجسس على مين؟ على الكي الموجود. وعلشان كده بنسميها السيمتريك، يعني عملية تبادل الرسائل بتبقى من خلال تشير الكيز ما بين الأليس، ما بين أليس اللي معاها البلين تكست ومين؟ وبوب. هنا مثال، مثلا لو أنا عندي رسالة بالشكل ده مع أليس عايزة تبعتها لبوب، بتأثر عليها بالعملية، أبسط عملية للعملية السايفر تكست، إن هي بعمل إكس أور مع الكي اللي أنا بعمل له ريجنريشن للكي ده هو، فبعمل إكس أور 0 1 1 1 و0 1 وهكذا، بيطلع لي السايفر تكست. هنا الشرط مهم جدا في عملية السيمتريك كي، إن الكي هنا بستخدمه مرة واحدة فقط للحفاظ على السرية للإيه؟ للمعلومات بتاعتي، وبالتالي أنا بسميه حاجة اسمها وان تايم، وان تايم مين؟ وان تايم باك، وان تايم باك. هنا في مشكلة مهمة احنا اتكلمنا عنها، إن إزاي أعمل عملية تبادل للكي ما بين أليس وبوب بحيث إن أي هاكرز ما يعرفش الكي ده هو. بالتالي ظهر نوع تاني اللي هو الأسيمتريك إنكريبشن، إن أنا بستخدم هنا تو كيز، هنا أليس وهنا بوب. بوب موجود في مكان بعيد عن أليس، بوب عنده تو كيز، بابليك كي اللي هو باللون الأخضر والبرايفت كي اللي هو باللون الأحمر. أليس بوب بيبعت الكي البابليك كي لأليس، بيبعت البابليك كي لأليس، فهنا كل الناس ممكن تشوف، هنا في النص كل الناس ممكن تشوف. أليس هتطبق البابليك كي على الرسالة بتاعتها اللي عايزة تبعتها لبوب، بالتالي بيحصل عملية الإنكريبشن، بيبقى عندي بحصل على السايفر تكست بالشكل ده اهو. بيجي أليس بيجي بوب هنا بيطبق البرايفت كي على الرسالة السايفر تكست اللي هي عملية الديكريبشن، بتطلع له الرسالة هنا. في طرق كثيرة جدا والجوريزمات اتعملت علشان اشتغل على التكست فايلز زي الدي اي اس والتريبل دي اي اس والاي اس والبلوش والبلو فيش والار سي 4 والار سي 5، واثبتت جدارتها من حيث السرعه ومن حيث السكيورتي العالي. ولكن الطرق دي بتكون غير فعاله لما اجي انا استخدمها مع اعمل عمليه سايفر للايمج او الايمج انكريبشن، لان طبيعه الايمج والكاركترستيز بتاعه الايمج فيها تفاصيل كتيره اكتر من التكست. يعني التكست مثلا ممكن اقول انا كابيتال وسمول وعدد احرف معينه وارقام، ولكن الايمج فيها تفاصيل اكتر بكتير. يعني ممكن انا لو اتكلمت على طبيعه الايمج بقول مثلا الكورليشن ما بين البيكسلز وبعضيها، الريزوليوشن للبيكسلز، الالوان الار جي بي وهكذا. فالطرق التقليديه ما تقدرش ان انا احصل من خلالها على السايفر ايمج بصوره سكيورتي عالي جدا يعني. وبالتالي العلماء فكروا ان هو يشتغلوا على حاجه اسمها الكيوتك سيستم. قالوا ليه؟ ان احنا ممكن نستخدم الكيوتك سيستم ده هو في عمليه توليد الانكريبشن كي.
ف والانكريبشن كي او الكي ده هو طبعا اهم عمليه في عمليه التشفير. يعني انا لو انا قدرت ان انا احصل على كي قوي خلاص، يعني انا يعتبر 90% من الشغل بتاع الانكريبشن بتاعي خلص. ففي نوعين من الكيوتك سيستم، في الكونتينوس كيوتك سيستم وفي الديسكريت كيوتك سيستم. طبعا انا لما بدمج الكيوتك سيستم مع الانكريبشن سيستم بيطلع لي حاجه اسمها الكايوس بيز ايمج انكريبشن الجوريزم. في انواع كتيره خالص من الكيوتك مابس، في الوان دايمنشن ماب وفي المالتي دايمنشنال ماب. الوان دايمنشنال ماب اللي هو عباره عن منها انواع لوجيستيك ماب وساين ماب والتنت ماب والارنولد ماب، وفي انواع كثيره منها، وبرضه نفس الكلام مالتي دايمنشن في انواع الهنون ماب والتو دايمنشنال لوجيستيك ماب. الانواع دي من خلالها كل نوع ليه معادلته وليه البارامترز بتاعته وفي الكنترول البارامترز والانيشال فاليوز بتاعته اللي من خلالها اقدر ان انا اولد الكي اللي انا بستخدمها في عمليه مين؟ في عمليه التشفير. انا هشرح اول نوع اللي هو ابسط نوع اللي هو اللوجيستيك ماب اللي هو وان دايمنشنال ماب لوجيستيك ماب. دي المعادله بتاعته اكس ان زائد 1 بتساوي الميو اكس ان 1 ناقص الاكس ان. الاكس ان دي عباره عن الكيز اللي انا هولدها الانكريبشن كي، والميو عباره عن الكنترول بارامترز، والاكس نود عباره عن الانيشال فاليو او الانيشال ستيت بتاعتي. الاكس نود من 0 ل 1 والميو من 0 ل 4، وزي ما قلنا الاكس دي عباره عن الديستريبيوشن اللي انا من خلالها باخد ايه؟ باخد الكي. ده عباره عن الكي اللي انا ايه؟ بستخدمه في عمليه مين؟ بستخدمه في عمليه التشفير. الدياجرام ده هو بيوضح العلاقه ما بين الكنترول بارامترز والديستريبيوشن اكس اللي هو الكي بتاعي. فهنا بنلاحظ ان لما انا بقيمة الميو بتاعتي قيمة الميو بتاعتي بتكون اقل من الثلاثة، الاكس بتكون فيكسد قيمة ثابتة لغاية ما تكون اقل من مين؟ اقل من ثلاثة، بتكون ايه؟ بتكون القيمة فيكسد بوينت بالشكل ده اهو. وبالتالي ما ينفعش ان انا اخد القيم الاكس دي واعملها ان هي عباره عن كي انكريبشن كي طالما هي فيكسد، ما ينفعش. وبالتالي بحاول ان انا ازود قيمه الميو دي في المعادله السابقه هنا، بزود قيمه الميو هنا في المعادله السابقه هنا بحيث ان انا اطلع قيم للاكس بتكون قيم مختلفه. ففي حاله كل ما زاد الميو زاد هنا، لما بزود الميو هنا اكتر من ثلاثة بيحصل حاجه اسمها بيفركيشن، اسمه بيفركيشن، ان القيم الاكس دي بتنقسم، بيحصل لها حاجه اسمها تو فولد مثلا و 8 فولد او 4 فولد وبعد كده 8 فولد وهكذا، الى ان انا اوصل لحاله الفول مابنج بالشكل ده، هو ان قيم الاكس كلها بتوصل لأعلى حد ليها اللي هي عبارة عن 1، والقيمة بتاعت الميو بتساوي كام؟ بتساوي 4. هنا بلاحظ حاجة في الديجرام ده، هو إن أنا في عندي ويندوز اهي موجودة 3 ويندوز، دي بسميها حاسمة بريدك ويندوز، ودي برضو الفترة دي أو المجال ده هو من الميو ما يقدرش إن أنا أعتمد عليه فإن أنا أخد القيم بتاعت مين؟ بتاعت الإكس. هنا عايز اوضح شيء، ان انا في المعادله دي لازم ان انا احدد قيمه الاكس نود بطريقه صحيحه وقيمه الميو بطريقه صحيحه بحيث ان انا اقدر ان اطلع الكي او الانكريبشن كي القوي اللي انا اقدر ان استخدمه في عمليه التشفير. لو هنا مثلا انا اخترت الاكس نود مثلا بخمسة من عشرة والميو مثلا باتنين، في المعادلة أنا لو طبقت المعادلة اللي هي دي، لو أنا حطيت الإكس نوت هنا مثلا بخمسة من عشرة والميو هنا باتنين، هيطلع لي الإكس إن زائد واحد أول إكس تطلع لي بنص. طيب هاخد النص وراح
برضه معوض هنا وبنفس القيمة 2 هتطلع لي بنص وهكذا. بالتالي عملية تكرار الكي هنا ما ينفعش، لان هنا في الفترة بتاعة الميو دي لما تكون ب2 والاكس نوت ب5 من 10، ان انا اقدر ان اخدها ايه؟ انكريبشن كي. طيب لو احنا زودنا شوية الميو، لو زودنا شوية الميو برضه هيكون عندي قيم متكررة للاكس بالشكل ده اهو. لاحظ برضه ان الاكس هنا احنا قلنا عبارة عن اكس ايه بتنتمي للفترة من زيرو لكام؟ من زيرو لواحد، يبقى انا محددها بفترة معينة عمرها ما تطلع عن الواحد. ايضا هنا برضو يبقى كده عندي القيم هنا متكررة برضو، مش هتنفع ان انا استخدمها في عملية مين؟ في عملية التشفير. هنا القيم اقل شوية في عملية التكرار زي ما حضراتكم شايفين، ولكن هنا مثلا العلامات الخضراء دي العلامات اللي احنا قلنا عليها هي البريودك ويندو، البريودك ويندو، وبرضه نفس الكلام ما ينفعش ان انا استخدمها ككي. هنا لو حطيت، لما حطيت الميو بتساوي 3.93 هنا لقيت ان مفيش ريبيتنج للفاليوز بتاعتي، وبالتالي دي انا اقدر ان انا اخدها ككيوتك فاليوز، ودي اسمها ايه؟ فول كيوتك ماب، اللي انا من خلالها اقدر ان انا ممكن اخد فعلا ممكن الكي ده هو الكي ده هو ينفع ان هو بيبقى استخدمه في عمليه الانكريبشن. طب الحاله دي انا بستخدمها لما يكون مثلا عندي 15 قيمه، ولكن هو المطلوب مني ان انا اولد فوق المليون قيمه، لازم الكي سبيس بتاعي بيكون عالي جدا، بيكون كبير جدا، اللي من خلاله اقدر ان انا اعمل عمليه التشفير بعد كده. فهنا كطريقة يدوية أنا خلاص بالعين المجردة إن أنا قدرت إن أنا أشوف القيم دي وأحدد إذا كان ده ينفع وده ما ينفعش، ولكن ما ينفعش إن أنا في مليون قيمة أقدر أحدد إذا كان الكي ده ينفع ولا لأ إلا من خلال الـ الشغل بتاعي، يعني من خلال معادلات معينة أو من خلال تيستس معينة. أول تيست أنا بستخدمه اللي هو لاي بونف اكسبوننتس أو ال LE، من خلاله إن أنا أقدر أقيس ال LE، أقيس ال LE للقيم بتاعة الإكس اللي طالعة دي، أحدد إذا كان الراندوم نمبرز بتاعتي تنفع إن أنا أستخدمها ككي ولا لأ. فإذا كانت ال LE إذا كانت ال LE أكبر من الصفر يبقى فعلا دي دايناميكال سيستم كيوتك، وينفع ان انا استخدم الكي ده هو في عمليه الانكريبشن. اذا كان ال LE اقل من الصفر يعني بالسالب، يبقى انا دخلت كده في ايه الفيكسد بوينت والبريدك ويندو اللي احنا اتكلمنا عنها، ان هو ما ينفعش باي حال من الاحوال ان انا استخدمها كايه؟ ككي. وال LE لما تكون بصفر، لما ال ال اي بتكون بصفر، يبقى انا دخلت في عمليه البيفركيشن بوينت اللي هو قلنا بيعمل ريدبلنج والكلود، اللي هي بيقول ان البوينتس بتنقسم لاثنين وبعد كده اربعه وثمانيه، برضو مش هينفع ان انا استخدمه. الديجرام ده هو بيوريني شويه ازاي انا بحدد الشغل بتاعي او احدد القيم بتاعت الميو بتاعتي. هنا الفوق ده الديجرام اللي احنا شفناه قبل كده، وده الديجرام اللي هي القيم بتاعة اللينوفو ال ال اي، دي العلاقة ما بين الميو والاكس. هنا لو لاحظنا ان لما تكون ال ال اي بالسالب، ان الميو اقل من 3 بالشكل ده اهو، والميو لما تكون أعلى مثلا من 3.6 بتبقى بالموجب، ولما بتدخل في حالة البريودك بتنزل تاني لمرحلة السالب، لما بتعدي بعد كده 3.8 وتوصل للأربعة عملية الانتشار للإكس هنا بتزيد، وبالتالي ممكن أنا من خلال الدياجرام ده هو أحدد ممكن أخد مثلا قيمة 3.9 3.8 بشوف عملية الانتشار الأقوى والأكبر إن أنا ممكن آخد الميو هنا بسهولة. في برضه تيست تاني أنا بعمله للكيز علشان أحدد إذا كان الكي اللي أنا طالعة دي من كيوتك سيستم تنفع ولا لأ، حاجة اسمها الـ NIST 822 تيست.
اللي هو عباره عن ناشونال انستيتيوت اوف ستاندردز اند ايه اند تكنولوجي. دي عباره عن 15 تيست، 15 تيست بيحددوا لي اذا كان الراندوم سيكونس اللي طالعه اقدر ان استخدمها في جنريت الكي اللي انا بستخدمها في عمليه الانكريبشن ولا لا. اول تيست اللي هو الفريكوانسي، ثاني تيست البلوك فريكوانسي، كوميوليتيف سامز رانز، وهكذا الى ان ننتهي لمين؟ لللينير كومبلكسيتي. هنا هو بيحدد المفروض لكل تيست ده بيحدد حاسمه البي فاليو. البي فاليو ليها قيمه معينه، لو جربت عن القيمه دي هو بيطلع لي على طول. هو عباره عن برنامج على فكره يعني موجود، انت بس بتدخل القيم اللي بتعملها جنريت للكي اللي انت عملت له جنريت من الكيوتك سيستم، بتدخل على البرنامج ده هو بيطلع لي ال 15 تيست اذا كان سكسس ولا لا. يعني هنا مثلا كمثال الفريكوانسي لما وصلت 0.414522 فهو قال ان هي النسبه دي عباره عن 0.986، وبالتالي نجح في ان هو عدى التيست ده هو. فهو لو عدى ال 15 تيست خلاص يبقى احنا كده ايه ماشيين صح، وان احنا القيم اللي اخترناها صح، والقيم اللي انا حصلت عليها ككي اقدر ان انا استخدمها في عمليه الانكريبشن. ولكن الطريقه بتاعت الكيوتك لوجيستيك ماب شويه فيها بعض الدروباكس اللي انا ممكن فيما بعد ابدا ان انا اشتغل بعد كده عليها. مثلا ازاي انا اقدر زي ما احنا اتفقنا، ازاي انا اقدر ان انا احدد الانيشال كونديشن بطريقه صحيحه، ازاي احضر اقدر ان انا احدد الكنترول بطريقه صحيحه. عمليه ان انا الاكس دي عباره عن من 0 ل 1 والميو من 1 ل 4 حصراني شويه، فبتخلي الكيس بيس بتاعتي لو شويه، وانا عايز الكيس بتاعتي بيبقى اعلى او المساحه بتاعته كبيره، بحيث ان انا يبقى في مجال ان انا عمليه الانكريبشن تبقى قويه. الحاجه الثانيه ان لما انا اثر على لما اعمل عمليه انكريبشن مثلا للايمج واجي اثر عليها بالنويز او اثر عليها بالداتا كات، ان بعض الانكريبشن الجوريزمز اللي انا مدخل معاها الكيوتك لوجيستيك ماك بتفشل ان هي بترجع البلين تكست للاوريجينال ايه السايفر تكست، بترجع السايفر تكست للبلين ايمج او الاوريجينال ايمج اللي كان عليه من الاول. فبالتالي جاتت فكره ان ليه انا ما استخدمش شغل الكوانتم كومبيوتنج في عمليه التشفير. فان شاء الله باذن الله الجزء الثاني ان شاء الله بنشرح ليه انا ممكن استخدم الكوانتم كومبيوتنج مثلا مع الكويتك لوجيستيك ماب او مع اي سيستم تاني في عملية التشفير. شكرا لحضرتك.